حفوي عن المركب. حتى أصل الأمانة إلى أهلها. جئتكم من غزة لإيصال رسالة شكر إلى جماهير الملعب التونسي في يوم الاحتفال بالأميرة. مبارك لكم الكأس ومبارك لنا الشهادة. شكرا لكم يا جماهير، يا جماهير الملعب التونسي، كما يحلو لكم يا جماهير البقلاوة. بوركتم وبوركت حناجركم وبوركت أناملكم في رسم الجداريات. أحسنتم، أحسنتم، كنتم خيرا من شعبنا، كنتم خيرا من أهلنا وجيراننا الذين خذلونا. شكرا لكم، شكرا لكم. رسالتي إليكم باسم كل فلسطيني وكل غزاوي، ألف شكر، ألف تحية. أول ما وطأت قدماي إلى هذا الملعب، وقد استقبلوني أطفال يحبون الملعب التونسي ويأملون نتائج إيجابية هذا الموسم، وخاصة هناك مشاركة أفريقية، وقلبنا معكم، وأتمنى لكم الفوز كما أتمنى لأهل النصر، كما أتمنى لأهل النصر. شكرا، شكرا، شكرا. سعيد جدا بهذه الهدية. الآن هذا اليوم هديتان، قميص الملعب التونسي، والهدية الثانية التي تسلمتها من المطار. كم جميل أن يشترك اللونان، كم جميل أن يكون علم بلدي موشحاً بعلم تونس.